يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون المعروك أو نحكي له كمان خبز التمر. رح أحكي بالنسبة للعجينة اللي استخدمتها، هي عجينة رح تطلع معنا كثير هشة، بالإضافة لأنها بتكون معنا شوي حلوة. طبعا ما شاء الله ما تتخيلوا نكهة التمر فيها، طلع طعمه بجد أكثر من شهي. بالنسبة للوصفة هاي مناسبة للسحور بأيام رمضان، ومناسبة كمان للفطور بالأيام العادية. في البداية هون رح نحضر للعجين. بالنسبة للكاس استخدموا أي كاس متعدد الاستعمالات، ورح نحتاج كاس من الحليب السائل، معلقة كبيرة من الخميرة مع 4 ملاعق كبار من السكر. الحليب عنا هون لازم يكون دافي، وزي ما حكيت لكم العجينة عنا هون بتيجي شوي حلوة، عشان هيك حطينا 4 ملاعق. هلا هون رح نذوبهم ونترك الخميرة تفور تقريبا مدة 5 دقائق. رح نحتاج كمان بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ونص كاس من الزبدة تقريبا، أنا هون ذوبت 100 جرام. بالنسبة للزبدة هون لازم تكون عنا سائلة، ولازم تكون دافية مش سخنة. هلا هون رح نحط الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 3 كاسات من الطحين، رح نحتاج كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وما تنسوا آخر إشي رشة الملح. هون هلا رح نبلش بالعجن. بالنسبة للعجن لازم نعجنها كثير منيح أول إشي، حتى تتجانس المكونات معنا، وحتى تتشكل معنا عجينة طرية ملسة ما بتلزق. بهيك عنا العجينة صارت جاهزة. هلا هون رح أحطها في صحن نظيف وأتركها تقريبا ترتاح مدة ساعة. الخطوة البعدية هون رح نحضر للتمر. بالنسبة للتمر هون أنا استخدمت تقريبا 700 جرام من التمر، ورح أحكي ملاحظة مهمة هون، لازم تكونوا كريمين بالسمنة. أنا هون رح أحط 2 معلقة كبار من السمنة، لأنه السمنة رح تبين نكهتها مع الخبز، ورح تبين نكهتها مع التمر، فكونوا كريمين فيها حتى تعطي المعروك أو خبز التمر نكهة طيبة. بهيك عندي التمر صار جاهز. طبعا أنا هذا عندي التمر شلت البزر منه وعجنته مع السمنة، ما حطيت أي منكهات ثانية، لأن السمنة لحالها بتكفي. هيك عندي العجين بعد ما مرق عليه تقريبا ساعة، ما شاء الله هشاشته، يعني زي ما حكيت لكم يعني العجينة بتطلع معنا كثير هشة، لأن أول شيء حطينا فيها الزبدة والبيض والحليب. يعني حاولوا أنكم ما تختصروا في المكونات هاي. هلا هون رح أقسمها لقسمين، ورح أعمل معاكم أبسط أشكال المعروك. في البداية هون رح أخذ قسم وأعمله أقسام صغيرة. بالنسبة للحجم زي ما بدكم، يعني هو بنباع عنا بيجي حجم شوي كبير، أنا هون رح أعمله أحجام صغيرة. رح نأخذ كل قطعة ونكورها. هلا هون رح نبلش نحضر لأول شكل. رح نأخذ قطعة من التمر ونعملها على شكل رول مثل هيك، ونأخذ قطعة من العجين ونحاول نمدها في الطول. طبعا حاولوا انه يكون طول التمر مع طول العجينة. في البداية راح نحط التمر على طرف العجين، ولما تيجي تلفوا حاولوا انكم تكبسوا العجينة على التمر. طبعا شغلة مهمة، لازم تسكروا الاطراف كثير منيح، لانه حتى وقت الخبز انها ما تفتح الاطراف معاكم. هلا هون راح نقسم أطراف العجينة. رح أوريكم كيف بطرف السكين رح نجرح طرف العجينة بهذا الشكل حتى يبين معنا شوي من التمر. هيك عنا أول شكل صار جاهز. طبعا هذا أبسط شكل للمعروك أو خبز التمر. هون رح أحطه على الصينية تقريبا يرتاح مدة نص ساعة، ولازم تتركوه يرتاح. هون رح نحضر للشكل الثاني. رح نقسم العجين هون كرات صغيرة، ورح نعملها على شكل الإسوارة.
ناخذ قطعة ونعملها على شكل رول صغير ومنحشيها في التمر. زي ما حكيت لكم انتبهوا للأطراف، سكروها كثير منيح. بهيك عندي الشكل الثاني صار جاهز. إن شاء الله في المرات الجاية رح أعمل أكثر من شكل معاكم. هيك عندي بعد ما ارتاحت العجينة معي تقريبا خبز التمر مدة نص ساعة، ودهنته في خلطة التلميع اللي هي عبارة عن البيض مع الحليب مع الفانيلا. طبعا هون كمان كونوا كريمين في السمسم، بيعطي نكهة طيبة للخبز. بالنسبة للفرن هون رح يكون على درجة حرارة 200. في البداية رح نخبز من تحت، ولما نشوف الأطراف عنا اتحمرت رح نشغل الفرن من فوق. طبعا طعمه الطيب وهو سخن، والكمية هاي أبدا مش كبيرة، يعني بتكفي عائلة منيح. وإن شاء الله إنها عجبتكم الوصفة. بهيك وصفتنا صارت جاهزة. بتمنى إنه عجبكم الفيديو، وبتمنى كمان إنها عجبتكم الوصفة. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، ويعطيكم ألف عافية.